استاذ شيف انطوان، كيفك؟ انا منيح، انت بصحتك؟ شو اخبارك؟ شعراتك حلوين. الله يخليك. والله كانوا شعرات اليوم مثلك، بس اليوم قصيت. الله يخليك ويطول بعمرك. تسلم. شيف انطوان كيفك؟ انا منيح، انت كيفك يا محمد؟ الحمد لله تمام. شعراتك حلوين. الله يخليك. انا اليوم قصيت. الله يخليك. كانوا مثل شعراتك. الله يخليك. مجوز؟ نعم. كم ولد عندك؟ عندي بنت واحدة. الله يخلي لك اياها. الله يحفظك. والمدام كيف؟ كانت مدام. وينها؟ عند اهلها هلا. فطلقته؟ طلقنا. يلا الحمد لله. كتر خير الله. كتر خير الله. انت اول مرة بتطلع على التلفزيون كانت مع شرب الخليل بال 95؟ مزبوط. مزبوط نقاك لان ما حدا قبل يقدم البرنامج والله. برم لبنان مليئة. هو شو كان البرنامج؟ طبخ ولا برنامج شو؟ لا طبخ. طبخ. بس بده برنامج طبخ يطلع فيه شيف لايف مباشر دغري، وياخذ اسئله، مش بس يطبخ، يطبخ من مكان بيطبخ. ايه. بس المرجله من تقعد قدام ملايين من العالم وتاخذ اسئلتهم، مش معروف كيف السؤال بده يجي. هلا ملايين من العالم عم تحضر تلفزيون لبنان؟ اكيد. شنو المليون ماشي؟ شو هو المليون؟ شو المليون ماشي؟ نحن اجلك ماشي برنامجنا شيء خرا على الاخر، عم يحضروا 20 مليون عبرياح. 20 مليون. ما انا عارف، ما انا عملت الاحصاءات قبل ما اجي. ما انا حسيت. ايه. شو اخر اكل اخترعتها؟ امبارح. شو اسمه؟ امبارح عملت رقائق الباذنجان والسبانخ جراتينيه بالفرن. واول مره بتنعمل بتاريخ العالم. انا اخترعتها. ما في منا قبلها. لا. شيف انطوان انت درزي؟ انا مسيحي ماروني اللي حق برئاسة الجمهورية، بس ما بدي اياها. ليه؟ بركي انتو محمد وعلي بدك تاخدوها تعملوا بوتيلتي. ما بدي اتقاتل معكم خيي. عم تدق بالطايفة انت. وانتو انت دقيت فيه. وانا دقيت فيك؟ سألتك انت قلت لي مسيحي وبدكش رئيس. مين قال لك؟ مين قال لك تاخدها يا شيف؟ يا اخي انا عم بعطيكم اياها خدوها. عندك رفقة اسلام؟ كثير، اكثر من المسيحيين. رفقة شباب من عمرك؟ إيه يعني ضاينوا معك من الطفولة لهلا؟ بعدهم نعم. اعطينا اسم من رفقاتك. عندك طوني ابو عطمي، انطوان ويكد، كلهم. وين هالاسلام اللي قلت لي؟ احمد دياب. احمد دياب هلا زمطته، بتآمن انه كتاب القرآن هو لله والانجيل لله؟ كلنا لله راجعين. انت راجع لله؟ اكيد. حلو. لعد العمر طويل. اكيد رجع. معقوله بالجنه او بالنار شيف انطوان كون عم تطبخ ولا كون شيء ثاني؟ لا بدي اروح بمهنتي اكيد، وانا شاطر فيها. بس مهنتك لازم تروح على النار فيها. ما انا بطبخ على النار. ايه معقوله تطبخ يوما؟ لا انا بدي اطبخ بينزلوا لعندي على النار، بده يستعين فيي ربنا، لانه بده مين يطبخ شاطر على النار، انا اختصاصي. يعني انت انتبه انت مني اتصال عندي، انا اطبخ. ما قلت تطبخ لي بالنار؟ معقول؟ بس مربنا. بس عجبني ما حتفوت انت. مربنا واحد بده واحد شاطر صح على النار، ما انا طباخ شاطر على النار. بس انت مين قال لك انه هو طالب واحد شاطر على النار؟ ما هو بس يشوفني حيكفي. وشو صار فيك بالزلزال؟ وين كنت؟ كنت ببيتي. شو عملت؟ بلشت تطبخ دغري على الخوف؟ ما بدور النار بالزلزال انا، مشان هيك انتبه. فقت؟ فقت اكيد. شو عملت؟ هزت في الاوضه. شو عملت لما هزت؟ شو عملت؟ وقفت وصرت اقول يا رب. بس لحالك بالبيت كله؟ ايه كنت لوحدي. سؤال، اجت فتره بعد الثوره شلت اللحمه والدجاج من مزبوط. اللحمه اكثر، اللحمه ضليت على سنتين كرمال الاقتصاد يعني؟ مزبوط. ليه؟ لانه غلت كثير اللحمه. بتروح بتجيب لحمه من الضاحيه شي مره؟ لحمتكم كثير مليحه صراحة. لحمتنا مين؟ ليش عم تقول لحمتنا؟ ضاحية، ما أنت الضاحية، وأنا عم جاوب على الضاحية. إيه عم أقول بالضاحية بس. ما أنا عم بحكي عن لحمة الضاحية. لا نظرت لنا نظرة لحمتكم. لا إيه لحمتكم بالضاحية. مش في بيننا وبينكم لحمة يعني؟ لا. إنه أنت المسيحية عندكم لحمة ونحن عندنا شيء على لحمة. كل واحد لحمة، بس أنتم ما بتغشوا قدنا، أول شيء بتذبحوا ذبح مزبوط. نحن بنذبح أحسن من المسيحية. إيه لأنه المسيحي شوي بغش أوقات، شوي بغش، أنا صريح. ليه المسيحي بغش برأيك؟ أول شيء إخواننا الشيعة بالذبح
بيذبحوا لانه على طريق بيسموا ويذبحوا على طريقة المغرب، على طريقة الغروب. ايه مسيحية كيف؟ كيف ما كانت، كيف ما اجت معه. كيف ما تاني شيء عشان هيك حلاله بقولوا عندنا المسيحية إذا صح له بعض الأناتا من الخواريف شو بيعمل فيهم؟ بيكون سعرهم أرخص، بيشتريهم وبيذبحون وبيبيعون، بيكون لحمهم ميلت شوي وبالوقت زيته منه طري. عم تحكي على المسيحية أنت؟ ايه. أما إخواننا الشيعة بنقون خواريف صغار. ليه؟ هيك معودين لأنه عندهم كثير خواريف. شو قصدك؟ في كثير خواريف. هذا في اتخذ لأبعاد. لا لا مش على الأبعاد، على الخواريف. قصدك أنت إنه كل دين عنده خواريف؟ لا نحن عم نحكي كل عن كل طائفة عندها خواريف لحمة عم تحكي. لحم. مش عم نحكي الدروز بيتقمص الخروف عندهم؟ لا ما بيتقمص. ما بيتقمص، هو زيته بيضل عندهم. يعني بيتقمص. في منهم هيك وفي منهم هيك. الخروف الدرزي. فيش خروف درزي. اللحام الدرزي لما يذبح خروف درزي بيذبح مثل الشيعة ولا مثل المسيحية؟ بيجي شوي صوب المسيحي أكثر. بيميلوا يعني صوب. اقتصادي أنت؟ اقتصادي. والله كريم. أنا كريم بالمحل الكرم واقتصادي وبعلم الناس الاقتصاد. حلو. ببرنامجي بعلم الناس الاقتصاد. قديه صار له؟ يعني مثلا كانوا يجيبوا الناس الخس. قديه صار له برنامجك؟ صار له 26 سنة. كانوا يجيبوا الناس الخسة. وانت وامك منهم وكانت ليش عم جيب سيرة امك؟ امك منهم كانت. ليش عم دق بامك؟ مش عم دق بس عم بحكي. عم تقول لي وامك منهم. ايه مزبوط. وكل الستات يلقطوا يبلشوا يشيلوا ورق الخس لبدهم القلب ويكبوا الدايق. شفت انه امك منهم؟ لا انا عم بظن. قلت لي ايه؟ ما قلتلكش ايه على امي. ما قلتلكش ايه على امي انا. ما شايف. انا عم بقول لك انه ايه. علمهم انه هو الخس كله بيستعمل. الخس اللي برا؟ ايه. امي كانت تستخد بقى نشوفها. هلا عم تقول بالاول لا، عيونك دلوا لا، مزبوط، شفت كشفتك انا. حبيبي بشيل حيك ولا شب اطوال؟ انا بكشف العيون شوي. سؤال، إيه؟ انت علمت النسوان الاقتصاد بالخس بس؟ بكل شيء. الذاكرة لها؟ انا اللي بعرفها، هي اطيب اكل غذائي وموجود صحي بها. بها؟ بها. وقليل ما لاقي عم بياكلوها. وانا عامل لهم كذا اكل فيها، وانا بزرع منها زيت. يا رب. انا زرعت تقريبا حوالي طلع عندي 30 وحده. ايه بعدهم عندك؟ منهم طبخناهم، منهم هديناهم. مية بالمية. كم أرنب عندك؟ 13. كم دجاجة؟ 72. كم بقرة؟ ولا بقرة. ليش بتحب على قد الأرانب؟ لحم الأرنب هو أنظف لحم موجود بكل الحيوانات. شو السبب؟ ما بياكل إلا خضرة. ليش الدجاجة بتاكل غير؟ إيه كل شيء بتاكل. بتاكل خارة دجاجة. شو عم تحكي؟ بس كأنك عم تأشر علي. لا بلا قلت بتاكل خرى دجاجة وقلت عني قصدك انا اكل خرى. شو ما بدك سمي حالي. بس قلت قصدك انا اكل خرى. انا عملت هيك هيك ايدي الشمال بتاكل هيك. طيب شيف انطوان بس في الصبح شو بيعمل شو بياكل؟ اول شيء بدها تجي كبايه العصير اللي هي ليمون. ليمون صيفا شتاء صيفا شتاء. ايه بعدين 10 دقائق ربع ساعة بيرتاح بيرجع. مين هو هذا؟ بتحكي عن واحد عم بحكي عنك انت. وانا عم بحكي عن حالي. في حالك معك بالبئر؟ ايه لا انه برتاح 10 دقائق ربع ساعة وبرجع بشرب نسكافيه مع ثلاث كعكات. من 30 سنة لليوم السرقة ماشي. في إلى فن السرقة. بس انت ليش واصل للمرحلة؟ كان حرامي يعني لا لا بتفهم. بتتابع. انا كنت عم بتمشى انا ومرتي يلي طلقتها على الروشة. شفتوا سمكة البلاطة كبرى 60 ب60 من احلى انواع البلاط هالسمك. هالسمك. ايه. ماسكين الكمبرسورات كسر بوب 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 بوب. قلت لهم يا اخي انا جيت. لشو عم تكسروا له البلاط؟ ليجي المتعهد ويسجل 4-5 ملايين دولار برصيف، كيف بده يعمل اذا ما كسروه؟ 4-5 ملايين هن بياخذوها وقت 30 مليون، بيعطيه لهديك 5 ملايين، هديك 7 ملايين، هديك مليون، اخر شيء
بيساوي رصيف 100,000 دولار بيطلع لهم. وهوديك كلهم ارتينهم. على شو اوجيرو او لا الام تي سي؟ ايه بس احنا صرنا هون والتاتش يا خيي على شو بدي اعملوا دعايات؟ انا مش مارسيل غانم انا. انت كبسني على اساس انا مارسيل غانم. لا انا سالتني انا عم جاوبك. ايه بس على شو بدي اعملوا دعايات؟ ما هن كلهم شركتين. اوكي بتروح تعمل دعايات وتتركوا انا شو خصني؟ 20 شركه فهمك بس انا شو خصني؟ قال شو بدي اعملوا مهرجان لفلان يخص انطوار الحاج الشيف، يلا اعملوا له المهرجان ببلاش بيقدموا له المكان والمطرب والدنيا كلها. طيب اسمع ايه هي هي خلصت روح بقول لك له انا كمان انا شو خصني؟ بدي اعملوا مهرجانات على حساب الشعب يسرقوا انا شو خصني؟ استغفر الله العظيم ما كنا مبسوطين وعم نلعب باللقطين رحت فت لي فيها بالرصيف نحن الأبنة بالعنبيتة كانت فرفتت علي وعليك تشرب عرق؟ بشرب عرق ويسكي؟ ويسكي بيض؟ كل شيء بشرب تشرب الكول خط؟ إذا أنت مشروب بشرب إذا أنا بس انت محمد مش رح تطلع مش لا محمد ما بتزبط مش رح تزبط قد ما خللوني بضل لا بتخلخل بس ما بصير مبيت لاني لو طوني مخلل قلب مبيت كان بيقلب ننتقل للمشهد الاخر شو بدك نعم اتكل بالله شكرا جزيلا شكرا جزيلا